بسم الله الرحمن الرحيم. ونحن في هذا الشهر الكريم نحمد الله سبحانه وتعالى أن بلغنا هذا الشهر بما فيه من خيرات وبركات. في هذا الشهر الكريم كي الناس يتألمون، كي الناس مرضى بأمراض مختلفة، الأوجاع مخلتهم شرقدو، كي الناس في المستشفيات على الأسرة البيضاء، فندعو الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم أن يمن عليهم بالشفاء، أن ينزل عليهم رحماته فيداويهم ويشافيهم وينقص عليهم من هذه الآلام ويريحهم منها بإذنه سبحانه وتعالى. في هذا الشهر الكريم كي الناس أرهقتهم الديون ورجال أذلتهم وأذلهم الدين وسهرهم بالليل ويريدون الأداء ولكن لم يقدروا على إرجاع ديونهم، اللهم في هذا الشهر الكريم اللهم اقض عنهم ديونهم، اللهم وفقهم لسدادها، اللهم افتح عليهم من بركاتك ومن خزائنك فيستطيعوا أن يردوا هذا الدين ويرتاحوا من همه الذي أرهقهم بالليل والنهار. في هذا الشهر الكريم كي الناس ما راهمش فرحانين بولادهم، تعبوهم ولادهم، ولادهم مشاو في طريق غير صحيحة، رفقاء سوء، مخدرات، أخطاء كبيرة جدا خلات والديهم متحيرين، لا ينامون الليل، يسهرون ويدعون الله سبحانه وتعالى. يا ربي في هذا الشهر الكريم فرج عليهم، يا ربي أصلح أولادهم، يا ربي اهدي أولادهم إلى الطريق الصحيح، يا ربي أكرمهم بأن تقر أعينهم بصلاح أولادهم ورجوعهم إلى الطريق الصحيح. في هذا الشهر الكريم كي الناس مهمومين، كي الناس ابتلاهم الله بأنواع كثيرة من الهموم فيطلبون الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم همهم، فاللهم يا ربي في هذا الشهر الكريم أكرمهم بتفريج الهموم وتنفيس الكروب عليهم جميعا، كل على حسب ما ابتلي به بفضلك يا رب العالمين. في هذا الشهر الكريم اللي ربي سبحانه يتوب فيه على المؤمنين، هناك أناس ما زالوا مبتلين، ما زالوا في الأخطاء، ما زالوا في الذنوب غارقين، ما زالهم مع المعاصي، ما زال ما هداهمش ربي سبحانه. هذا الشهر شهر الإقبال على الله، هذا الشهر نحشم على عرضنا، هذا الشهر نتوب إلى الله، وربي سبحانه يفرح بتوبة عبده مهما كانت ذنوبه. ربي سبحانه ينادي عباده ويقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إن شاء الله ربي يهديهم جميعا، ربي يوفقهم لتوبته في هذا الشهر الكريم. اللهم اهدي جميع المخطئين، اللهم اهدي جميع الضالين، اللهم وفق جميع المسلمين للتوبة والإنابة في هذا الشهر الكريم. اللهم أنعم علينا في هذا الشهر بالخيرات والبركات، وأعطي كل واحد سؤله برحمتك يا أرحم الراحمين.